السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة أخرى من برنامج عابر سبيل. أولا قبل ما نبدأ حلقة اليوم كنغتذر على كل هذا التأخير اللي كان سبب ديالو هو الدراسة والامتحانات وانتم أدرى بهذه المسائل. وثانيا كنغتذر لكل من أسأل الأمر في الحلقة الثانية من البرنامج لما قلت أن مدينة رام الله هي عاصمة فلسطين حسب اتفاقية أوسلو، فهذا خطأ ارتكبناه لأن المقصود كان هو أن مدينة رام الله بنشاطها وبحيويتها وباقتصادها اعتبروها كعاصمة للضفة الغربية وليس لفلسطين، لأن عاصمة فلسطين هي مدينة القدس وستبقى دائما مدينة القدس. واعتذر مرة ثانية. أما حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله ستكون في بلد آخر، يعني احنا في الجزء الثاني من برنامج عابر سبيل وغنرجع إن شاء الله من بعد فلسطين. ممكن نعتبرها حلقة مسلية لأن التصوير ديال الحلقة كان في 24 ساعة ولم تكن مبرمجة. نخليكم تشوفوا شنو وجدت لكم اليوم ونتلاقاو من بعد. عطيني شي حاجه من عندك. نخليك انت تعزل لي شي حاجه زوينه. خديت لك اللام مع الدجاج. اشنا هي هذه؟ الدجاج مع اللام. مزيان. شنو اللام؟ اللام. شنو اللام؟ اللام بحال بحال هكا. بحال هكا. عندي شحال؟ انا الشيطان عطيني. قلنا صاحبي خلنا خلص تلم بعد وخلص عندنا شيء ان شاء الله. ان شاء الله غدا نجي عندكم. يلا الله يعاونكم. كيف ما وعدتكم ان كل جزء غادي يكون في بلد. احنا اليوم ماشي فقط في بلد اخر، احنا اليوم في قاره اخرى. Ladies and gentlemen, please welcome to United States of America. عندنا اسكال ديال 24 ساعه. الوجهه ديالنا ماشي هي الولايات المتحده الامريكيه، وانما بلاد اخر غادي نشوفوها ان شاء الله في الحلقات المقبله في الجزء الثالث. ولكن هاد 24 ساعه خصنا بروفيتيو فيها، خصنا نديرو فيها لو ماكسيموم. هذيك الساعه صورت باش نشارككم كل مراحل السفر، شنو غادي ناكلو، فين غنمشيو، شنو غادي نشوفو، فين غنباتو اليوم. هادشي كامل الله اعلم ما عرفناش، ولكن غادي نتعرفوه معنا ان شاء الله، غنكتشفوه اون فان. وي سا سي ميكروفون جو فيلم مون فواياج اي فو سيري دون مون فيلم. جاهز فور هيم تو. Where are you from? I'm from Morocco. Morocco. Yeah. Ah. Bienvenue. Ah, merci. C'est gentil. Do you speak French? Non, je parle franglais. Anglais. Franglais. Franglais. Franglais, c'est, okay. C'est français et anglais. Ok. Ensemble. Donc vous parlez français aussi? Ouais, pas bien. Mais bien ça sûr. Va, vous. Ça vous passe. Gérez plus ou moins. Ouais. Vous êtes déjà parti au Maroc? Tu connais Languedoc? Non. Près de Montpellier? Ah, ça c'est en France. Le sud. Ouais. Ok. Oui, oui, oui. Okay. En France. Oui. Et vous êtes parti au Maroc une fois? Ah oui, une fois. Mm-hmm. À Serras et Tangier. Waouh. Mais pas le sud, pas le vrai Maroc. Oh. Seulement et, le Maroc. Et vous de... habitez ici? Oui. Vous m'invitez à boire un verre ce soir? Pour un quoi? Un bière? Yeah. Ce soir. Mais c'est impossible. Il n'y a pas de problème, plein, monsieur. Plein de des choses de mon travail, l'école. Bah écoutez, je vous souhaite bonne chance. Merci. Et vous? Bonne continuation. Allez. مستحيل بون ان فير ماشي هي بيرا لا نقدر نصور بو قهوه. Voulez savoir ce que c'est? Ça c'est une caméra. Donc elle est en train de vous filmer. Et ça c'est un microphone. Et je suis en train de parler à ma caméra. Ashraf. Salam alaykoum. Salam alaykoum. Alaykoum salam. عندك واحد مغربي هنا؟ ايه تعرف واحد مغربي؟ مغربي قال لك صار واحد مغربي. ها هو المغربي. هو مغربي. عطي له تشيكن اوف رايس. يا تشيكن اوف رايس. يا تشيكن اوف رايس. اوكي انا نروح ناخذ. لا غير سير خلينا. لا لا الله يسترك والله عليا. شتي هذا الشيء اللي معروف على العرب، كرماء في الممشيسي، جزائريين مغربيين توانسة كلنا وحدين الحمد لله. Ok, vous voulez dire quelque chose au Marocain? Vous savez, au Maroc, on regarde beaucoup de séries mexicaines. Mexican movies? Yes. Je ne me souviens plus des noms, mais
Inferno. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Lobs dogs. Je ne connais pas les noms. Cantinflas. Linda Maria. Chavo el Ocho. Chavo el Ocho. Ah, pero es que en español en Chespirito. No. Dile que traigo. No entiendo. No entiendo. No salió de la ¿Qué quiere salir? He wants to be recorded by your camera. Saludos, Saludos, ya. Ah, ok. Arriba los naranjeros del Hermosillo. Arriba los naranjeros del Hermosillo. Thank you. ¿Qué es que la di? No, la tenencia. ¿Qué dice? Que sí, ¿qué dije? Naranjeros. Naranjeros de Hermosillo. Ah, ok. Ah, es el baseball team. Ah, baseball. Yeah. Vous aimez le baseball? Yeah. Non, ma voix quand on ne joue pas baseball. Non. Juste football mais un peu de basket. Quoi? Cricket? Non. Juste football et un peu de basketball. Basketball. Un peu de tennis aussi. Yeah. So, donc au Mexique, vous parlez espagnol, c'est ça? Spanish, right? Spanish. Yes. Just Spanish. And English too. Yeah. Un peu d'anglais aussi? Okay. You speak Arab? Arabic, yeah. Vous voulez que je vous enseigne quelques mots en arabe? Yeah, 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 yeah. In Arabic, okay. Salam alaikum. It's no, yeah. Hello. Hello. Salam alaikum. 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 Que pedo? Que pedo? Que pedo? Que onda? Que pedo? Que pedo? Que pedo? The best. Que pedo? Que pedo? Pedo. Que pedo? Pero es un saludo. Sí, es un saludo. Is that for to say hello? Are you sure? Yeah. Okay, qué pelo. نبلي واحد ريستوران مطعم ديال المغرب سميتو ماروكو. ندخل نشوف الماكلة المغربية. السلام عليكم. عندكم ماكلة مغربية ولا غير سمية؟ داكشي تقريبا 100% ذا قرن 90% كذا خويا بخير كنت مزيان انا كذا بخير لاباس بخير الحمد لله الحمد لله ماشي كاين ما عبرة العبرة كنت تاكل من المغرب هذيك الشيء اللي كاين حريرة كاين حريرة سميت راح الحريرة عطيني واحد الحريرة ماشي المغرب لا المغرب صافي انا في المغرب دابا يا بسم الله Hello. Hi. Come on in. You got a GoPro. Look at you. Donc vous êtes ici juste pour étudier, c'est ça? Right? Yeah. Et votre famille est en Chine? In China. China. In China. Mm-hmm. I just came here last August. So okay. I've been here for half a year. Mm. Et comment as-tu appris anglais? Learn English? Yeah. I learned English in China. Remember you said in Morocco people would learn French. C'est parce que j'ai beaucoup d'amis en Chine, mais ils ne parlent pas anglais, juste chinois. Just Chinese. I don't know, because maybe most students learn English in middle school and also in college. Ah, il neige. Ok, donc Hazel, merci beaucoup. Merci de m'avoir très bien accueilli. Peut-être au Maroc. Pourquoi pas? Ok, thank you very much. Donc voilà, كانت معنا Hazel من شانغاي اللي استقبلتني في دارها و تهلات فيا ودارت لي عليها. وصلنا لنهاية الحلقة. هاد السفر ديال 24 ساعة عشتو معنا أجواء السفر. مابقى لي إلا نقول لكم
نتلاقاو حلقه قبيله ان شاء الله. السلام عليكم. كانت هذه اسكال ديال 24 ساعه في نيويورك. من مبادئ برنامج عبر سبيل ان نتعلموا في كل حلقه معلومات جديده. في هذه الحلقه ممكن تستنتجوا انني ما خسرت حتى شي حاجه من جيبي، وهذه نقطه جد مهمه لان غالبا ما يكون جانب مادي عائق كبير بالنسبه لمحبي السفر. فلكم بغي نقول هو انه ليس مهم انك تمشي للفنادق كبيره لما تسافر فقط لانك مسافر، ولو تكون الامكانيات فحلاوتها هي انك ما تخسرش فلوس. اهم انك ملي ترجع من السفر ترجع متغير للافضل تفكيرا وعملا ورؤيه للحياه. فهذا هو المعنى الحقيقي للسفر، اللي هو الترويج والتعلم وزياده المعرفه وغيرها من الفوائد. اما ان يكون تغيير الشخص بعد السفر ما زاد الا بعدا عن الله وبعدا عن الدين والاخلاق كما نرى في مجتمعنا وفي انفسنا، نسال الله العفو والمغفره، فلا بارك الله فيه من سفر. داكشي علاش كنقول انه مهم جدا ان نحتفظ بديننا واخلاقنا وقيمنا الاسلاميه خلال السفر، لان بهذا نعطي صوره جميله للاسلام والمسلمين. بهذا اختم حلقه اليوم. قبل ما ننسى، شركه جو برو كتمنح هديه لشخص من متابعي برنامج عبر سبيل. ما لا الشخص الا يبارطاجي لا فيديو، يكتب هاشتاغ عبر سبيل، تعليق في جمله او جملتين، تعليق سلبي او ايجابي ما كاين حتى شي مشكل. حظ سعيد، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله.